معاق بحالنا. لا انا ماشي معاق. شيب ثم كمؤسسة تنسيقية طلبوا لقاء مع السي ناصيري. السي ناصيري هو رئيس مجلس العمالة واتفاقية عنده باش يدوزوها في أقرب دورة. كان احنا كنلتمسوا منك من لا أنا ماشي عضو فيها. لا أنا ماشي بحكم ما عنديش. أنا ماشي شوف ماشي لا بيان سور. دابا اش واقع؟ دابا هذيك اللجنة هما فيهم 31 ديك مجلس العمالة. مجلس العمالة لا مجلس العمالة مجلس العمالة مجلس العمالة كيقدم توا خدمات وهو اللي جاب داك المشروع. طلبوا لقاء مع السي الناصيري ونكون معكم انا وغنقول له ودي خصك الدرجة في اقرب وقت ممكن في الدورة غتفكوا جميع المعاقين والناس اللي كيركبوا الدراري المعاقين فهمتيني وخصنا نشيروا لا ما يتعنفوش وخصنا نشيروا ليها الناس اللي كتعنفوا ونشيروا ليها معنفين ونقطع لهم الحوايج ديالهم ونقطع لهم السكن ديالهم راه 20 عام وراه يستافدوا منا فما غير يعقل على يجي دابا ويحسوها حنا داكشي علاش واقفين طلب واحد المراجعه ديال ديك الاتفاقيه السيد الوالي طلب واحد المراجعه ديال ديك الاتفاقيه ما جاش شي حاجه واضحه لان كانت ما بين الوزاره التضامن وما بين مجلس العماله ومجلس العماله ما كاينش بوحدو ديال الدار البيضاء كاين مجلس العماله ديال الواصر ومديونه والمحمديه كلهم مشاركين كلهم اللي داخلهم هادو كلهم دايرين لهم كل واحد شحال يساهم سنويا كاين اللي 150 مليون كاين اللي كل واحد شحال باش تفهم انا كاعتقد طلبوا لقاء مع السي الناصيري رجل طيب الناصيري اللي هنا اكسيد سمر اي عرفته طلبوا لي لقاء على اساس تكونوا بواحد الحله وجيبوا لي مقترحات وقول لي والله يخليك بغيناك تدرج ديك النقطه في اقرب وقت ممكن اقرب دوره ان شاء الله واكيد راه غتلقاو السند هذا بعدا لا غتلقى شوف لا في النقل شوف الامهات كيتعنفوا والوليدات حنا مسخسخين معاهم وحنا كنعانيو في الصمت مع وليداتنا البارح تعنفت واحد الاخت وقطع عليها الساك ديالها وضربها وصلت حتى العصا استاذه الامهات راه كيتعنفوا داروا اتفاقيه مع الزا في النهار الاول نهار الاول داروا اتفاقيه مع الزا ما خادوش على الاعتبار الفئه ديال الاشخاص المعاقين علاش ما كاينينش لا ما خادوهمش ما جاش منصوص على شي بون ما كايناش وكان مفروض نهار يسنوا مع الزا يقول لهم الله يخليكم شوفوا كاين واحد الفئه ولكن سي يوسف حنا كتنسقي السلام حنا سباق للاحداث قبل ما تسير الاتفاقيه قدمنا مراسله لا يا راه بغينا نهضروا على واحد المنحه شهريه وعلى واحد البطاقه وعلى ولا دابا كنهضر لك حنا يلا دابا تلاهينا مع الطوبيس حنا دابا عرفتي منين تو حنا كنعانيو من الطوبيس منين تو حنا كنعانيو كاين المساحه المعاقين ديال المملكه ككل هذوك كنظن كيحتاجوا البرلمان حنا نشوفوا البرلمانيين ديالنا اللي كيدخلوا ودابا الحمد لله كاينه حكومه جديده ديال سيدنا الله ينصرو واكيد غتكون شي حاجه ايجابيه غير حنا نشوف نتفائلوا خير دابا يلا بدا هذا المجلس ولا بدات كنتفائلوا خير شوف حنا كل حاجه بوقتها راه ما يمكنش لك استاذه غدا تجي العصا السحريه وديري وراه 30 عام قضيه المعاقين الشريفه راه حنا في 92 كنا كنناظر معنا السي هشام استاذه 92 راه ما كانوش معترفين بالمعاقين دابا اليوم الحمد لله ها المعاقين كاين كراسي كاين عكاكيز كاين واحد التفاته مع هاد العمال كاين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كاين حويجات ما نقولوش ما كاين والو ولكن هذه المساله ديال واحد الامهات عندهم واحد الشكايات ديال المركز اللي كتسيروا انت كدير فيه بانك عندك واحد الانتقائيه في اختيار الاطفال اللي غيقراو عندك وخا نكمل مزيان مزيان وان وعندنا شكاوى كاين نساء الان امهات كيقولوا بانك انت ما كترفضش كتقول لهم سيروا ديال الدوله وسيروا جري وسيروا على الدوله تعطيكم لان هضروا عليها تعطيني باش نعطيكم انا لانني انا راه ولكن انت كتستقبل اطفال اخرين لا ما عنديش مشكل نجاوب لك لا عندنا هنا في التنسيقيه وامهات علاش انتم علاش انتم ما تشكلوش واحد اللجنه وسيروا تما المركز وناقشوا معهم الملفات علاش لا ياك انتم دابا كاينين كتوصلوا بالشكايات خذوا هاد الشكايات مرحبا ودوزوا للمركز عندنا في عيك المركز اللي كيستقبل الناس مرحبا كاين هو اللي كيقري حيت هي كاين ما بين التمدروس وكاين ما بين الترويض اعتقد الترويض راه اللي كيمشي الترويض ما كاينش المجانيه
لا عندهم ما بين 10 درهم و 20 درهم لا ما كاينش التام ما كاينش مجاني علاش ما تكونش مجانيه علاش ما يمكنش دير مجانيه علاش حيت المجانيه اش غدير هذوك الناس اللي كيتخلصوا اللي هما كيديروا لاكيني ولكن راه عنده ولكن راه عنده احتياج عنده الراميد يعني لا لا عنده الراميد الاحتياج يعني هو الراميد ما كيخلصش الا عنده الراميد وكتقول لي يعطيني 20 درهم هذا راه بحال كوكات 20 درهم قبلاتي متفق معاك انا نمشي معاك انا تعرف يعني دابا هاد الناس بالنسبه للتدبير ديال الجمعيه الا ما عندكش واحد مبلغ رمزي كديرو ماشي كتطبقوا كله حرفيا واش يمكن لك تستمر في العمل انت راك فاعل جمعوي لا سيدي ما يمكنش وجلسنا مع الوزاره والكاتب ديال المستشار ديالو وقال لك بانهم الميزانيه والاموال اللي كنعطيهم كافيه هذه التصرفات الشخصيه ديال المسؤولين على هذه المراكز هذه جمعوا لنا الناس وجيبوا الشكايات وحنا غنبقاو نشكيو على التمدرس نشكيو على النقل نشكيو على الكاروش نشكيو وشكون اللي دابا التمدرس ما فكوش هذا العام ما فكوهاش حنا اش غنشكيو عطيني انت ودي السر رخيص اش في غير دروسنا حنا راه خلينا المطالب ديال التمدرس ولا كنقلبوا دابا غير نهضروا غير على المجال لا النقل دابا حكيناه شوف شي النقل تقريبا واحد 70% تفك ما تفك والو من الاول باقي نتمنى تكون السر رخيص في المساله ديال الترويض الله يجازيك بالخير لا ولكن دخل حنا غنجيو عاد نجيبوا النساء لا نجيبوا الناس دخل شوف لا نجيبوا النساء ونجيبوا الناس الاسلوب ديالنا انا حكوا ديروا انا غالبا ما كنبقيش كنسير بزاف مراكز بحكم دابا الانشغالات ديالي كاين غالبا المديره هي مبارك انا راه ما بغيتش نافقك لا انا هاد الناس كلهم عارفين هاد الشيء علاش الشكايات ديال الناس وخصنا نشوف اسمعوا الشكايات وهاد الامهات علاش جاب حنا طارقين هاد الباب انا علاش انا جيت انا علاش انا تدخلك شي بينه وبين علاش راك تدخل لك لا كان ماشي تدخل هذا هو الموضوع لا علاش دابا انا حل ملي جيت انا اللي جيت ارض باش نشوف شنو الاشكاليات علاش الهدف ديالي راه ماشي هو ندير واحد ودن ما كايناش وعين ما راه خصني نتسلط وعلاش انا ملي قلت لكم انتوما ديروا شوفوا دوك الناس اللي عندهم دوك الشيكات حاجه تكون ديال المنطقه ديال الحي محمدي علاش الحي محمدي لان نقول لك علاش لان كل بغيت انا كل جمعيه تشتغل في الميدان ديالها يعني مثلا بالمسيك جبدنا بالمسيك تاخذ بالمسيك تصور دابا كون عندنا مجموعه المراكز في العمالات واش المعاق غادي يمشي من هنا للبرنوصي غادي يخدم في السيكتور ديالو دونك انا شوف الشيكايات او اللائحه اللي كتقول انت ديال الحي محمدي ودير وقيتها طلع عند في المركز الجديد ماشي في حي عادي راس الحي ديال عين السبع وناقش معاه ملف ملف ان شاء الله هذا ما عنديش انا بالنسبه لي انا سي بون تحياتي لك يلا الله يبارك فيك شي زياره في ان شاء الله ضروري ضروري حنا ديما ما تهجموش عليا